ليتو البلاد يا السراقل، ليتو البلاد يا السراقل، ليتو البلاد يا السراقل، ليتو ليتو البلاد. نحن طلبة جامعة الجزائر من جميع التخصصات، من جميع الإقامات الجامعية، نطالب برحيل جميع مدراء الخدمات الجامعية، خاصة نطالب برحيل مدير الخدمات الجامعية الجزائر وسط. الظروف الاجتماعية والظروف المعيشية للطلبة راهي سيئة جدا ورديئة جدا. الطلبة راهم مضطهدين. كاين ديكلارا الوزير السابق انه الدولة الجزائرية تصرف 70 مليون على الطالب الجزائري، في حين انه نرى ان الطالب الجزائري في هذا الشهر الفضيل يروح يفطر في مطعم الرحمة. اين هي 70 مليون هذه اللي راه تصرف على الطالب الجزائري؟ وبصفتنا كشريك اجتماعي نطالب بإفاد لجنة تحقيق من رئاسة الجمهورية بالتحقيق في المطاعم، الأكل، النقل، النظافة، الصيانة، وخاصة الممولين للمطاعم الجامعية، حيث نرى ماركات لمواد غذائية لا توجد بتاتا في المحلات الجزائرية، بالإضافة إلى غياب النظافة المطلقة، غياب الأمن. الحالة كارثية في رمضان، الحالة كارثية، والطلبة يعني يفرون إلى مطاعم الرحمة ويخرجون من الإقامات للذهاب مرميين، ما كان حتى حاجة تفرح في الطعام، يعني بالدرجة تاعنا ما كان حتى حاجة تفرح في الإطعام تاع الإقامات الداخل وفي الخدمات يعني الجامعية اللي تلقاها الطالب من إيواء، من إطعام، من أمن، من أي ناحية، ما كان حتى حاجة تعجب في الإقامات الجامعية. جينا للمدير العام نطالبوه يشوف لنا حل. هو المسؤول الاول على الخدمات الجامعيه، هو والوزاره، ونطلب منهم رد فعل ويشوفوا لنا حل، ويشوفوا لنا مع المدراء الجهويين ومدراء الاقامات. ونحن اليوم في وقفه احتجاجيه بالمطالبه بعده من الانشغالات التي تخص الطلبه، خاصه في الخدمات من نقل واطعام، وخاصه ونحن في هذا الشهر الفضيل رمضان كريم، ونحن نعاني من سوء تسيير وسوء تعاملات من طرف بعض المدراء. نحن في رمضان كما تسأل جميع الطلبة ولست سوى أنا، أن الطلبة نعانوا من عدة مشاكل، غياب للأمن وخاصة الأمن، والإطعام، الحالة الكارثية للمطاعم على مستوى المديرية وعلى مستوى الإقامات والنظافة، وعدة مشاكل، خاصة الجودة في الطعام المقدم في وجبة الفطور والسحور، حيث أنها رديئة.